جينا. السلام عليكم. شلون الصحة عمي؟ أخبارك أمورك؟ عساك بخير إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير في الجزاء. أبو تبارك. نعم. الحاج أبو تبارك. نعم. شلون وضعك عمي أبو تبارك؟ الحمد لله على كل حال. زين إن شاء الله. بارك الله بكم. جزاهم الله خيرا. استهل علي وبنالي كادر خوش كادر ومدارينا وخادمنا وبارك الله فيهم. جزاهم الله خير في الجزاء. جيد. دا أشوف عكازة بيدك. نعم. شنو وضعك الصحي تعبان؟ يعني عندي أمراض مزمنة. أمراض مزمنة؟ أي. زين إحنا كنا نتحدث ويا دكتور علي العلاجات مع الأمراض المزمنة متوفرة أو ما عندهم؟ متوفرة ما يعني ما القحة ما الصدر يعني في المفاصل موجودة. وبعض الأشياء ممكن موجودة. أستاذ أحمد الحاجة وتبارك إمام جامع. إيه. صح حياك الله. أنا أشوف ملبسة عرف شينا إمام جامع. حياك الله عمي. أنت دا أشوف ما شاء الله حتى قدامك القرآن الكريم قاعد تقرأ. شو أنت إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. في ميزان حسناتك إن شاء الله ومكتوبة لك أجر. جزاك الله خير في الجزاء. بهذا الإيمان والورع شنو السبب اللي خلاك تدخل دار المسلمين حجي؟ يعني شوية تعب ورهاق وعندي يعني عندي أمراض مزمنة وأنا قاعد إيجار برا وما عندي راتب. وأنا وصاحب زوجة معاقة وعندي 3 بنات. والحمد لله يعني. يعني اختاريت دار المسنين حتى تخلص؟ لا ما أخلص. جيت هنا أنا على مود إن أنا مثل يعني يعني عن طريق الدولة أن يساعدوني يعني أدوية ما أدوية مراعاة يعني مداراة هنا أنا. وبارك الله فيهم يعني أنا ما يقصون وياها. زين اكو شغله انا جتني العصفوره استاذ علي. حلوه مال العصفوره قديمه من العصفور. جتني العصفوره ايش قالت؟ قالت المسنين بحاجه الى جولات سياحيه سفرات وانت ما تطلعهم. لا ليش؟ هذه الجولات السياحيه كانت موجوده، جولات ترفيهيه، جولات دينيه، عتبات المقدسه، المراقد. هذا حدينا من يمها بعد ظهور جائحه كورونا. فالحمد لله والشكر يعني تغلبنا على هذا الفيروس، لكن العائق اللي كان لحد الان هو حراره الجو الموجوده. يعني هذا كبير بالسن انه من راح تنقل لاحد المراقد او يطلع خارج الدار حراره الجو كلش عاليه فراح تاثر على صحته. فلذلك يوم الثلاثاء ان شاء الله راح تكون هناك سفره لاحد المراقد المقدسه. بعدها يوم 12 يوم المسن العالمي راح تكون احتفاليه بالجزيره السياحيه. حلو. وبرنامج ان شاء الله على طول هذا الشهر الثاني. يعني حتعاودون هاي السفره؟ يعني معدل متوسط بالشهر راح تكون عندنا يعني تقريبا السفرات اللي لحد الان مقيدها بالسجن ما يقارب 9 سفرات. الطبيعي ايش قد حتخلوها هسه؟ ما اريد 9، اريد الطبيعي ايش قد؟ 11. لا الطبيعي كل شهر. كل شهر معدل متوسط شهر واحده. في الشهر واحده؟ ايه قليله. حسب الظروف اللي تلاقيها. يعني احنا جائحه كورونا تجاوزناها. تجاوزناها صحيح؟ بس هنا ايش تجيك؟ تجيك لازم يعني انت اقل شيء لازم تسوي لك كل اسبوعين يعني بين جوله مراقد دينيه وبين سياحه. كبدايه يعني اكون مسنين وجونا جدد، من اعرف طبيعته مثلا من خلال السفره مالته، شنو طريقه تعامله، ايش يحتاج، ايش يريد. لذلك كاول خطوه ننطلق بها انه هي جوله واحده. فقلت لك انا خلال هذا الشهر راح تكون عندنا سفره دينيه. يوم 12 يوم المسن العالم راح يكون احتفاليه بالجزيره السياحيه. بعدها راح يكون زياره المراقد والصحابه. وبعدها يعني هواي جدول كلش حلو. جيد. حجينا شنو تحتاجه من الدار؟ يعني انت عندك شيء نقص، عندك كذا، تحتاج شيء معين؟ انا لحد كتابي من جاي. كتابك؟ اي. كتاب مين؟ مكتب المحافظ؟ المحافظ. زين. وبعد اللي حدد اي تجهيزات مجهزين. ها لان انت جديد مو جديد. صح. جديد. احنا انا اريد اوصل لرساله السيد محافظ بغداد ايضا. نشوف احنا يعني اداريا انه المسن مستقبله وفق كتاب موافقه. زين. من قبل دار قاعده احتياجات الفاصل وتقول حصلت الموافقه على ايواء المواطن في دارك. من بعد ما يدخل هذا المسن ويا هذا الكتاب نمنحها كل الحقوق اللي له، انه هي كسوه شتويه وصيفيه كملابس، كل كسوه ما يقارب 13 قطعه. زين. يعني تجهيز كامل، بالاضافه الى نحسب له
احنا اهم اكو نقطه كلش مهمة. راتب اللي ما يمتلك راتب تقاعدي او رعايه راح نعطيه راتب من الدار. جيد. فلذلك نبدا نحسبها من تاريخ قبوله، اول يوم دخل البيل الدار ينحسب له. راح يبدا ينحسب له. زين. هسه احنا شو الراد؟ اولا نوجه شكر وتقدير لاستاذ عادل مدير اعلام سيد محافظ بغداد، وهو اللي اشرف على ادخال الحاج بالتعاون مع السيد علي الغراوي. لكن باقي كتاب، اتصلت هاتفيا قبل التصوير مع بالاستاذ مدير اعلام محافظه بغداد واوعدنا خير، لكن مطلوب طلب لازم يوصل باسم الحاج. طلب لازم يوصل. طلب حاليا داره رعايه الاحتياجات الخاصه، من بعدها السيد مدير الاحتياجات يرفعها الى مكتب السيد المحافظ. يعني يكمل ان شاء الله؟ ان شاء الله يكمل. احنا التاخير يكون هو الاستثناء من شرط العمر. بالضبط. الحاجه بتبارك اصغر من العمر بكثير. اصغر من العمر المطلوب ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. فيحتاج لموافقه السيد المحافظ بغداد. انت يعني خلينا نحكيها بصوره عامه، السيد المحافظ عليه بغداد كلها. صح. يعني انت تخيل البريد والكتب. صح صح، البريد كبير جدا. يصير به تاخير، اما اذا كان السن القانوني له متجاوز. ما تحتاج من نحتاج نوصل مكتب المحافظ. صح. نكتفي بدارة الاحتياج. هسه حجينا عم ابو تبارك ما بقى شيء ان شاء الله. استاذ علي دا يتابع. بارك الله فيك، جزاه الله خير في الجزاء. ومكتب المحافظ متعاون. بارك الله فيك. فان شاء الله ما يقصرون. بارك الله فيك. تمام. تحتاج شيء؟ والله. سولف، لا تخلي ابو يضرب. يعني فات عندي كبس وقال على اساس موجود بالعياده، قال على اساس انا عدى كبس. وين؟ وين؟ هسه نشوف لك اياها. قال لك لا طوني يوما. هاي طوك ياها؟ ايه. هاي مال الجهاز هضمي مال. وطني فيتامينات وقوية الجسم. حلو. زين فيتامينات هم عندهم زين. وطني بخاخ. بخاخ جيد من ربو. فالهاد. ما شاء الله دا اشوف هذا بس هذا. هذا كبس. لا هذا. هذا شو يكون؟ ايه. يكون اكو مسنين. بس هذا السؤال انا بس ابي اساله. تمام. وهذا السؤال هذا الحباني اعرف شنو موضوعه. هذا مال الظهر مال المفاصل اقصد. ايه. هذا دخلت بيه على دكتور علي شافه طاك بيه موافقة شراب لو لا؟ الدكاترة شافوا الدكاترة هنا هنا ما لي دخل برا هنا هنا بالعيادة. يعني سمحوا لك أن تشربه؟ قال موجود عندنا إن شاء الله. ما يخالف بس سمحوا لك تشربه؟ إيه نعم سمحوا لك تشربه. زين أنت تريد بس هذا؟ خوش. بخصوص العلاجات هسه أنا راح أراويك الكتب المالتي الموجودة. خل بس ناخذ الصورة حتى نجيب الهيال للحجي. وأنا هذا ما يحتاج توفر هذا الشهر. هذا الشهر راح يتوفر له. يتوفر؟ لان احنا شنو احنا؟ كل مسن كل مسن لستة العلاجات اللي هو ياخذها نرفقها بكتاب. تعتذر الصيدليه الموجوده لان هي اصلا ما موجوده يرفعوها صحة الرصافه؟ ما موجوده اصلا مداخل وزاره الصحه. فلذلك يا اما يكون شرائها عن طريق الدار او عن طريق احدى المنظمات. المنظمات اللي خاصه صحيه. صح. فيوصل يعني تقريبا المبلغ الشهري لهذه العلاجات لكل المسنين يتراوح بين 8 الى 9 مليون. اوف مبلغ. مبلغ كلش ضخم من ضمن الفيتامينات شرائح السكر هشاشه العظام صح. الاسبرين هذا كلها ما متوفره بوزاره الصحه. تمام. نشتريها من المذاخر الخاصه. احنا نترخص ابو تبارك. جزاك الله خير. حياك الله، صحه وعافيه. وانا التقارير الطبيه ماشي كامله تقارير. صادق انت وان شاء الله الصحه والسلامه لك. وانا عندي ربو مفاصل عندي شيء اطفال. الاطباء ما مقصرين. عندي عين بعمليه بكل عيون ربو ما دسوا عمليه. الاطباء مقصرين؟ لا حشاهم. جيد. كفو. هذا العلاج استاذ علي يقول يجهز لك ان شاء الله واحنا نتواصل وياك، واذا يعني تاخروا بالتجهيز يعني احنا نوصل لك. لا حشاهم حشاهم من التقصير. ثمان لا حجينا. حياك الله. حياك الله. يبارك فيك. يبارك فيك. حياك الله. لا الله يحفظك. حياك الله. ثمان لا عمو. ثمان لا يا